اهلا وحشتني، ايه الاخبار؟ اليستك جاوب واللي اتفقنا عليه جنب رجلك الشمال شنطة سودة فيها الامانة كلها. شوف بنفسك. 100,000 فل مش كده؟ 50,000 فل بس حسب ايه؟ ليه؟ كان اتفقنا 100,000، الباقي تاخده بعد التسليم باسبوع. انا مش هقعد معاك كتير، وكنت عايز اعرف امتى. لما يجي الوقت هتعرف، ولما يجي الوقت تاخد الباقي. حسن، ايه اللي جابك؟ اشتقت لبيتنا القديم، اشتقت اني اشوفك يا محمود. وعرفت منين ان انا هنا؟ امال هتروح فين؟ انا عرفت انك سبت شقتك وبعت اللي فيها. عشان تتاكد ان ليلتها ما كنتش سكران. اوعى تفتكرني زعلان يا محمود، تصدق بيه انا فرحان لك. اصلك لسه على البر، انما اللي زي انا في وسط البحر يا يعوم يا يغرق يا ابو حنفي. عوم وارجع للشط يا حسن. لسه بقانش الاوان يا اخويا. المهم انت هتعمل ايه؟ عادي، هشتغل وربنا يعيني. محتاج حاجة؟ فلوس؟ امر ابو حنفي. انا عارف يا حسن، انا معايا اللي يكفيني ويخليني ابتدي سليم. وانا رقبتي سدادة، معايا من جنيه ل50,000. ايه دول؟ فلوس يا محمود. فلوس من ايه يا حسن؟ 50,000 ولسه قدهم. دي فلوس حرام. بكرة ما توب تبقى حلال. صدقني يا ابو حنفي، كلامك ليا اخر مرة اثر في نفسي. انا ناوي اعمل زيك بالظبط، بس اضرب ضربتي الكبيرة وبعدها خلاص. انا كمان عاوز ارتاح، بس انا ليا خدمة عندك. انا حاسب لك الشنطة دي وعاوزك تخفيها في مكان امين، امان لغاية ما ارجع واخدها منك. حسن، انت عارف ان ده مش ممكن. من حقك ترفض، بس دي اخر خدمة هتعملها لي لو كان لي خاطر عندك. ولو انا مصدقك وعارف انك تبت حقيقي، يمكن ما كنتش وثقت فيك وطلبت منك الطلب ده يا محمود. حسن، انت بتقول ايه؟ معلش يا محمود، شغلتنا علمتنا الاخ يخون اخوه. انا عمري ما خونتك يا حسن. وانا عمري ما خونتك، بس دي اخر خدمة بطلبها منك. ودي اخر مرة هطوعك يا حسن. يبقى متفقين يا ابو حنفي. حصل تأخير ليه؟ اتقل يا حاج، بقالنا كتير لابدين في الرطوبة والواحد ابتدى يتوغش. قلت لك بلاش تيجي معانا، احنا شركة وايد على ايد تسند، ولما استلم اسلمك. ما هو لو ما كنتش خونتني وكنت دفعتلي المبلغ كله في مصر، كان الرجالة عملوا الواجب واحنا مرتاحين، وما كانش في داعي نيجي هنا لا انا ولا انت. حصل خير، ربنا يستر. سامحيني يا أم، أنا ما نسيتكيش، عمري ما نسيتك، وكان لازم أجي أزورك من زمان. يا ريت تساعديني يا أمي، أنا محتار ومش عارف أعمل إيه، حاسس إني بقيت زي التايه. أخويا حسن محوطة ديابة، ابنك حسن لو دخل السجن هبقى أنا لوحدي، هعمل إيه؟ ساعديني يا أمي، ساعديني وساعدي حسن، خلي روحك جنبه، احميه من الديابة. في حركة في المية.
الأخ غريب؟ اسمي مش غريب. اسمك كريم إيه؟ خليل. النص. وأنا معايا النص التاني. أشوف. إحنا جاهزين. يلا. يلا رجالة. اسم العقيد محمد فتحي يا ابو علي. حكومة؟ ما يقعش الا الشاطر. والفلوس اللي دفعتها لي ال50,000 جنيه دي فلوس الحكومة، يعني عهدة وضروري هتردها، مش كده ولا ايه؟ اما انا طلعت حتة تربش، ولا اللي كنت فاهم ان عمري ما هقع. انا اتخميت. مع السلامة. الله يسلمك. فاطمة. نعم يا ماما. الدكتور بيقول انه هيجي يشوفه تاني بكرة. ضروري يجي يشوفه. وحضرته هيستنى هنا لبكرة؟ مش وقت الكلام ده يا ماما. محمود حالته وحشة. مش ممكن نتخلى عنه دلوقتي. احنا مالنا وماله؟ محمود كان خطيبي. وكنا هنتجوز في يوم من الايام، وطلع قليل الاصل ونسيكي، ونسي العيش والملح اللي كلناه سوا، نسي الفاتحه اللي قريتها مع المرحوم امه الله يرحمها ويحسن اليها. صحيح يخلق من ظهر الطيب فاسد، كان هو ولا اللي تنخفي سيرته حسن اخوه. انا اللي مرضتش بيه. ايه بس اللي حدفه علينا تاني؟ لما يفوق ويقدر يتكلم حب اساله. انا قلبي عليك يا بنتي. قلبك فيه الخير يا ماما، ما تخافيش عليا. خايفة تتعلقي به تاني ونرجع للغلب ووجع القلب بتاع زمان. زمان انا كنت صغيرة. ما انت لسه صغيرة ولسه بتحبيه. انا عمري ما كرهته. ومرة رفضت تتجوزي ليه؟ وحفضل ارفضه طول ما هو عايش غلط. يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي، النهاردة غير امبارح، وكفاية اللي فات. Thank you.
الانسان كان لازم يقع في يوم من الايام، ويمكن يمكن ربنا يكون انتقم لك يا لولا. لا لا، انت لسه بتحبيه، هو ده عيبنا يا ستات، لما نحب عمرنا ما نكره. لكن لازم تنسيه، وعشان تنسيه لازم تفتكر اللي عمله فيكي. مش قادرة يا أب. حسن ومحمود ما يستاهلوش دمعة واحدة من عينيكي، لأن مالهمش قلب، ما يعرفوش معنى الحب. واللي جرى لحسن بكرة يجرى لمحمود يا لولا. قمر، مدام لولا، ممكن نتكلم كلمتين على انفراد؟ انتوا جايين ليه؟ مش خلاص قبضتوا على حسن؟ مدام لولا، احنا بنشكرك على تعاونك معانا، واحنا مش جايين المرة دي عشان حسن. أرجوك، أنا فاهم شعورك كويس، وعارف إنها كانت تضحية كبيرة منك، لكن مطلوب منك تكملي خدمتك لينا. كفاية لغاية كده، أرجوكوا سيبوني في حالي. قلتلك إحنا مش جايين عشان حسن، موضوع حسن انتهى، إحنا جايين عشان محمود. محمود ملوش دعوة بأي حاجة. طب ما شفتيش حسن بيدي محمود فلوس قدامك؟ شفته كتير. فلوس قد إيه؟ 100 200 حاجة زي كده. سيادة المقدم بيتكلم عن فلوس أكتر من كده بكتير. شفته مرة واحدة بيديله 1000 جنيه، مش فاكرة كان هيشتري بيهم ايه. يعني لو مبلغ اكبر من كده تفتكري مين يثق فيه اكتر من اخوه عشان يديهوله؟ معرفش معرفش كده. طيب يلا بينا يا علي. انت يا لولا لولا، أنا بحب أحب أحبه. حسن، الشنطة، أنا ماليش ذنب. حسن، عتريس، عتريس، الشنطة، عتريس. فاطمة، أنا جنبك يا محمود، سلامتك. أنا أنت بخير الحمد لله. هو إيه اللي حصل؟ أنت اللي تقول لنا إيه اللي حصل. مين اللي عمل فيك كده؟ مش عارف، خرجوا عليا بالمطاوي، خدوا كل اللي معايا. فداك يا محمود، الحمد لله اللي جت على كده. أنا لازم أقوم، لازم أخرج من هنا. الدكتور قال لازم تستريح شوية. ووالدتك؟ ماما. دي ماما طيبة قوي، أنت نسيت ولا إيه؟ ايوه، بس وجودي هنا، وجودي هنا غلط، في احراج للكل. انا بقيت كويس ولازم اقوم. محمود انت لسه تعبان. تحب اكلم اخوك حسن يجي يشوفك هنا؟ حسن؟ لا لا. طب يلا خد الحبايه دي عشان تبقى شاطر وقبل فاطمه تحبك. انا خلاص هرجع اعيش انا في الحته زي زمان. واخوك حسن هيرضى. مالك يا محمود، ايه اللي انت مخبيه؟ انا محتاج لك قوي، محتاج لك قوي يا فضل. في حاجة يا نفس فاطمة؟ الجورنال يا فندم. ماله جورنال؟ لو سمحت ممكن أشوف في حاجة وأرجعهولك؟ اتفضلي. ميرسي.
الأنسة فاطمة مجاهد؟ أيوه. أنا المقدم جلال إمام. أنا معرفش حاجة أبدا بصراحة، أنا مش مصدقك. صحيح يا أخوات، لكن كل واحد كان عايش لوحده. غريبة، لكن ليه؟ كنا مختلفين مع بعض. واختلفتوا على إيه؟ شغل؟ فلوس؟ أسباب شخصية. أقدر أعرفها؟ لا. أنا الأسباب دي يا فندم. أنتِ؟ أنا كنت رافضة الجواز من محمود بسبب أخوه، وكان الحل إنه يسيبه ويعيش لوحده. ليه؟ كنت حاسة إن حسن سيره بطال، وكنت خايفة ليه. خايفة من إيه؟ حسن كانت حياته مليانة أسرار، والفلوس الكتير اللي كانت معاه محدش كان عارف بيجيبها منين. ومحمود ما قالكيش ليه؟ أنا ما كنتش أعرف حاجة أبدا. كنت بتشتغل معاه؟ لا. لكن كنت بتشوف معاه فلوس كتير مش كده؟ أيوه. ما سألتوش الفلوس دي منين؟ لا ما سألتوش. طب كان بيشيلها فين؟ في خزنته. كل فلوسه كان بيشيلها في خزنته في البيت. احنا فتشنا بيته لقينا الخزنه فاضيه. لازم نقلها في حته تانيه. حته تانيه فين؟ معرفش. حته تانيه عند شخص يكون بيحبه ويثق فيه. طبعا. انت اخوش ايه؟ وطبعا هو بيحبك ويثق فيك مش كده؟ وحسن هشيل فلوسه معايا ليه؟ هو مع ذلك تقدر تفتشني. احنا فعلا فتشنا بيتك. وطبعا ما لقيتوش حاجه. الفلوس اللي بندور عليها مهمه عندنا، ويمكن تكون موجودة هنا في البيت ده. وإيه اللي هجيبها هنا؟ ده بيتنا إحنا، بيت ماما. محمود ما جابش فلوس هنا. ممكن يجيبها هنا من غير ما تعرفه. يستحيل محمود يعمل معانا كده. يا حضرة، حضرة الظابط، أقسم لك بالله العظيم أنا لما دخلت البيت ده ما كانش في جيبي ولا مليم. تفتيش البيت مسألة إجرائية ومهمة جدا بالنسبة لنا. يا حضرة الظابط، دول ناس طيبين وفي حالهم، حرام يكون جزاهم البهدلة والفضيحة بسببي. يعني مش عايزنا نفتش هنا؟ أرجوك. أمال نفتش فين؟ معرفش، وأنا هعرف منين بس. إحنا لحد دلوقت ما عندناش اتهام ضدك. يعني إيه؟ على العموم هنتقابل مرة تانية بعد ما تخف بإذن الله. السلام عليكم. مش قلتلك لازم امشي من هنا؟ ما تقولش كده. امال يقول ايه؟ انت صدقتي ان محمود ممكن يخبي عندنا حاجه؟ ربنا هو اللي يعلم. ما تتكلم يا محمود، ساكت ليه؟ نينا عندها حق يا فاطمه، الظروف تخليها تقول اكتر من كده. تنكر انك كنت عارف اللي حصل لاخوك قبل ما تيجي هنا؟ ما كنتش متاكد. وجاي تهرب عندنا؟ ها، اهرب من ايه؟ انا ما عملتش حاجه. محمود مالوش دعوه باللي عمل اخوه، كل حاجة مكتوبة في الجورنال يا ماما. ربنا هو اللي يعلم، لكن الوضع ده محدش يقبله أبدا. لا يا ماما، محمود مش هيتنقل من هنا لما يخف وترجع له صحته تاني. خلاص أنا بقيت كويس يا محمود. ماما أنا عايزاكي شوية، خليك مستريح أنا جاية لك حالا. الجدع ده لازم يمشي من هنا حالا. لا يا ماما. هي حصلت يا فاطمة؟ محمود وقع في عرضنا، مش ممكن نرميه في الشارع. واحنا من ده؟ محمود. محمود يا ماما. ايوه قولي كده بقى، ده محمود يا ماما. الطف بينا يا رب. هو حرام ان محمود يحبني، حرام ان انا احبه. انت نسيتي وضعك؟ نسيتي ان الناس ممكن تتكلم عليكي؟ بتجري ورا جدع صايع زي سي محمود ده. انت مش قادره تفهميني يا ماما. اتفضلي حضرتك فهميني. دي فرصتي اني ارجع محمود زي ما كان الاول، واحسن من الاول. يعني ايه؟ محمود جالي وهو مجروح عشان بيحبني، وعارف ان انا بحبه. لو قفلت بابي في وشه تاني هيضيع، وهبقى انا السبب. انا هقف جنبه يا ماما، هساعده، هخليه يعرف ان الحب اللي بيربط بينا اقوى واغلى من اي فلوس في الدنيا.